مرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار كورونا التي نرصد فيها آخر تطورات الوباء، انتشاره وتداعياته وما يثار حوله من تساؤلات وإشاعات ومخاوف. والبداية بالعناوين. لينسي جراهام يدعو لرد أمريكي على الصين ويطالب بتعويضات، وترامب يؤكد أن بلاده تجري تحقيقات دقيقة بشأن مصدر الفيروس. نيوزيلندا تعلن انتصارها على الوباء وتبدأ بتخفيف الإجراءات، وسيدني تفتح شواطئها بعد أسابيع من الإغلاق. الشرطة التركية تقتل رميا بالرصاص شابا سوريا في مدينة أضنة لأنه خالف الحظر. كاميرا أوريان ترصد أوضاع السوريين في النمسا وغياب عاداتهم الرمضانية بسبب الحجر المنزلي. وفي اليمن مواطنون يفضلون عادات وتقاليد رمضان على الوقاية من فيروس كورونا. في السلفادور منظمات حقوقية تنتقد نشر صور صادمة للسجون المكتظة من دون مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي. إيطاليا تسجل تراجعا حادا بإنتاج المعكرونة وإقبال على شراء ليمون مدينة أمالفي الإيطالية. في التداعيات الاقتصادية، الأمم المتحدة تطلق مبادرة لمواجهة تداعيات كورونا. وفي التداعيات الرياضية، كورونا يهدد أولمبياد طوكيو بالإلغاء بشكل نهائي. وفي نهفات كورونا مع انخفاض الحركة البحرية في مضيق البوسفور، الدلافين تسبح من دون خوف مقتربة من الشواطئ. نبدأ مشاهدينا باستعراض آخر الإحصاءات حول انتشار فيروس كورونا حول العالم. عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء، العدد الإجمالي للإصابات حول العالم حتى اللحظة بلغ 3,080,379. الحالات التي شفيت حتى الآن 919,768. أما الوفيات حول العالم فقد وصلت إلى 212,347. في ترتيب أعلى 10 دول بالإصابات بفيروس كورونا المستجد، الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت الأغلى حتى اللحظة بعدد إصابات بلغ 1,010,507. أما الوفيات في الولايات المتحدة فقد وصل عددها إلى 65,803 حالات. في إسبانيا الإصابات بلغت 232,128. أما الوفيات في إسبانيا فقد بلغت 23,822. إيطاليا ثالثا بعدد الإصابات الذي وصل إلى 199,414. أما الوفيات فقد وصلت إلى 26,977. في فرنسا أيضا عدد الإصابات بازدياد وبلغ 165,842. أما الوفيات في فرنسا فقد وصلت إلى 23,293. ألمانيا أيضا تأتي تاليا بعدد إصابات بلغ 158,732. أما الوفيات فقد بلغت في فرنسا 6,147. بريطانيا تاليا بعدد إصابات بلغ 157,149. أما الوفيات فقد تجاوزت 21,092 حالة. تركيا تأتي تاليا بعدد إصابات بلغ 112,261. أما الوفيات في تركيا فقد وصلت حتى اللحظة إلى 2,900 حالة. إيران تاليا تأتي بعدد إصابات وفق الإحصاءات الرسمية والتي بلغت 91,472. أما الوفيات في إيران فقد بلغت 5,806
حتى اللحظة وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة الإيرانية. تاليا تأتي روسيا بعدد إصابات بلغ 93,558 وعدد وفيات بلغ 867. الصين في ترتيب العاشر دوليا بعدد الإصابات بكورونا، والإصابات فيها بلغت 82,865 وعدد الوفيات 4,633. دعا السيناتور الأمريكي لينسي جراهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سحب المصانع الأمريكية من الصين ونقلها إلى داخل الولايات المتحدة وتقليص الاعتماد على الصين، إضافة لإرسال فاتورة أعباء فيروس كورونا إلى الصين لدفع تعويضات عن تفشي هذا الوباء، فيما جدد ترامب تأكيده أن الصين كان بوسعها إيقاف كورونا قبل أن يجتاح العالم. سجال قوي فجره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين بلاده والصين حول مسؤولية بكين في تفشي وباء كورونا. سبق للصين وأن انزعجت من إصرار ترامب على وصف كورونا بأنه صيني المنشأ، الأمر الذي دفع الكونغرس بالتحرك لملاحقة الصين قضائيا. السيناتور ليندسي جراهام دعا الرئيس الأمريكي ترامب لسحب المصانع الأمريكية من الصين ونقلها إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتقليص الاعتماد على الصين، إضافة لإرسال فاتورة أعباء فيروس كورونا إلى الصين لدفع تعويضات عن تفشي هذا الوباء وإجبارها على تغيير سلوكها. وقال جراهام: نريد صنع الأقنعة في الولايات المتحدة، ولا نريد أن نعتمد على الصين أو أي شخص في أي مكان لتلبية احتياجاتنا من الرعاية الصحية الأساسية. جراهام أشار أنه يتوقع عودة ظهور الفيروس في الخريف، لذلك يجب أن تكون الولايات المتحدة على استعداد أفضل بكثير من حيث الإمدادات اللازمة بحلول الوقت الذي يحدث فيه الفيروس. بدوره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الصين كان بوسعها وقف فيروس كورونا المستجد قبل أن يجتاح الكوكب، مضيفا أن إدارته تجري تحقيقات جادة فيما حدث وأن بلاده غاضبة من الصين. أعلنت نيوزيلندا بأنها نجحت بإيقاف تفشي فيروس كورونا في البلاد عبر مجموعة من الإجراءات التي وصفت بأنها الأكثر صرامة حول العالم. الجدير بالذكر أن حالات الإصابة في نيوزيلندا لم تتجاوز 100 إصابة والوفيات 17 وفاة فقط. أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن انتصار بلادها على فيروس كورونا، وأعلنت أن عجلة الاقتصاد في البلاد ستعود للعمل بنسبة 75% وبجميع القطاعات الحيوية في البلاد باستثناء قطاع السياحة، وذلك استمرارا في تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي لمنع تفشي الفيروس مجددا. اتبعت نيوزيلندا خطة محكمة لمنع تفشي الوباء. الخطة مقسمة إلى 4 مستويات من الأقوى إلى الأضعف، واليوم تنتقل نيوزيلندا من المستوى الرابع وهو الأقوى إلى الثالث مع الالتزام بالقرارات المتعلقة بمنع تفشي المرض. نجحت الخطة النيوزيلندية بحسب رئيسة الوزراء بسبب التزام المواطنين الذين اعتبرتهم بخطابها فريقها المكون من 5 ملايين شخص، ويرى بعض المراقبين أن الخطة النيوزيلندية كانت ناجحة بسبب معطيات لا تمتلكها دول أخرى، فهي جزيرة غنية ومعزولة عن باقي الدول جغرافيا ويبلغ عدد سكان فيها 5 ملايين. أما عن تبعات هذه الإجراءات فبحسب المراقبين ستكون لها تبعات اقتصادية باهظة الثمن، وخصوصا أن نيوزيلندا تعتمد بنسبة كبيرة على السياحة والتعليم في تأمين 21% من دخلها القومي. ولكن رئيسة الوزراء جاسيندا والتي اشتهرت بمقطع فيديو تعدد فيه إنجازات حكومتها خلال 2 من تسلمها قالت بأن هذه التبعات على الرغم من أنها باهظة الثمن إلا أنه سيتم تجاوزها وسيكون هنالك بدائل. يعود المئات من راكبي الأمواج والسباحين إلى شاطئ بوندي في سيدني بعد تخفيف قيود التباعد الاجتماعي التي كانت مفروضة بسبب كورونا. وتأتي إعادة الافتتاح في الوقت الذي بدأت فيه عدد من الولايات الأسترالية بتخفيف القيود ببطء على التجمعات العامة.
قتل شاب سوري يدعى علي حمدان برصاص الشرطة التركية، وذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام أن الشاب هرب عندما رأى دورية للشرطة خوفا من العقاب بسبب حظر التجوال المفروض في الأراضي التركية. يقتل هذا الشاب السوري في تركيا والذريعة هربه من الشرطة التركية لخرقه حظر التجول في أضنة. وقد تكون من المفارقة أن تكون الشرطة التي تعمل على حماية الناس من الفيروس القاتل تطلق النار عليهم وتقتلهم بحجة حمايتهم منه، ولكن هناك من تساءل عن التساهل بقتل الشاب. هل هو عائد لكونه سوريا ودمه مهدورا وليس هناك من سيطالب بمحاسبة قتلته، خاصة أن هذا السلوك الذي أبدته الشرطة التركية لم تبده مع المواطنين الأتراك؟ السلطات في ولاية أضن التركية أصدرت بيانا صحفيا لتوضح ملابسات مقتل الشاب السوري، وذكر البيان أن فرق الشرطة التابعة لقسم شرطة منطقة سيحان في ولاية أضن جنوب البلاد أصابت الشاب علي العساني عند إطلاق نار تحذيري عقب هربه من نقطة تفتيش في حي سوجوزادي. وأضاف البيان أنه على الرغم من الإسعافات الطبية توفي الشاب بعد نقله إلى المشفى، فيما أوقف الشرطي الذي أطلق النار عليه ويستمر التحقيق الإداري والقضائي معه، فيما استنكر مواطنون أتراك قتل الشاب السوري علي. وتصدر وسم أين قتلت علي موقع تويتر في تركيا، وطالب المغردون وزارة العدل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن بإيجاد المسؤولين عن قتل علي ومحاسبتهم. يحل شهر رمضان على السوريين في النمسا هذا العام بوضع استثنائي، إذ وفق ما رصد مراسلنا فقد الوضع الذي فرضه فيروس كورونا في النمسا غابت معظم الطقوس الرمضانية على المشهد، فلا صلاة جماعة ولا تراويح ولا إفطارات جماعية في المجتمع المسلم في النمسا. أما الناس فهم ملتزمون في منازلهم، وأصبح الإقبال على الأسواق ضعيفا ما انعكس سلبا على أصحاب المحال الذين يجدون في رمضان موسما للبيع والربح. أطل شهر رمضان المبارك هذا العام على السوريين في النمسا في ظل جائحة عمقت جراحهم وزادت غربتهم، فكان للحجر المنزلي الذي سببه فيروس كورونا تأثير بالغ على الطقوس الدينية، فقد أغلقت المساجد ومنعت صلوات الجماعة وعلى رأسها صلاة التراويح التي يتمسك بها المسلمون كطقس رمضاني رئيس. يمكن أن نقول بأن رمضان هذا مر علينا مرة وربما لا يمر علينا بهذا الشكل، المساجد مغلقة، لا تراويح، لا صلاة جمعة، فاستبدلت كثير من هذه الشعائر بأن تكون في البيوت، فصار أولادنا هم الأئمة وصارت بيوتنا هي المساجد، وأيضا دروس العلم ودروس الأولاد في القرآن الكريم وأمثال ذلك انتقلت إلى البيوت وعن طريق البث المباشر. بالرغم من أن النمسا بدأت بالتعافي وانخفض عدد الإصابات إلى أدنى مستوياته، إلا أن المخاوف لا تزال تسيطر على النفوس، وتقييد الحركة الذي فرضته السلطات انعكس سلبا على حركة الأسواق التي تنتعش عادة في هذه المناسبات العظيمة. الحركة بسبب فيروس كورونا خفت كتير للأسف، بسبب الحجر الصحي كمان خف أكتر وأكتر، فنحن حاولنا أنه نلاقي حلول أنه نودي للناس على توصيل لباب المنازل، يعني البضاعة يوصونا على التليفون ونحن منودي لهم بالسيارة، وهيك كان الحل، بس خفت كتير الحركة بسبب هذا الفيروس. اعتاد عمدة فيينا كل عام إقامة مأدبة إفطار جماعي في القصر البلدي، وكذلك تفعل الجاليات المسلمة في أحياء العاصمة، لكن ليس هذا العام، فقد منعت الموائد الجماعية كإجراء احترازي، وكذلك منع التباعد الاجتماعي الأسر من اللمة الرمضانية والسهرات التي اعتادها السوريون حتى في بلدان الشتات. مع قساوة الغربة والحجر الصحي تبع كورونا اجانا رمضان كان قاسي علينا كتير، مختلف عن كل السنوات الماضية، منعنا من كتير شغلات، من اللمة الحلوة، من صلاة التراويح، من كل الطقوس اللي تعودنا عليها. يقول السوريون أنه بالرغم من كل الظروف التي مروا بها لم يشهدوا رمضانا أصعب ولا أشد وطأة من رمضان هذا العام. أضافت أزمة كورونا وما لاحقها من تبعيات كحجر منزلي وتباعد اجتماعي أضافت على رمضان السوريين في الغربة بعدا آخر للألم. عمار دندش، أورينت نيوز، من العاصمة النمساوية فيينا.
في اليمن يعيش بعض سكان صنعاء خلال شهر رمضان على عاداتهم وتقاليدهم القديمة غير آبهين بفيروس كورونا الذي عطل الحياة كاملة في دول أخرى. كورونا هذا أنه ما يوصل عندنا ولا يضير عندنا، وأنه الأجواء اليمني من أجمل الأجواء في الوطن العربي بكاملة. بهذه القناعة يكمل بعض المواطنين اليمنيين حياتهم في صنعاء بشكل اعتيادي خلال شهر رمضان المبارك رغم مخاوف تفشي فيروس كورونا. إفطار جماعي يضم عشرات الأشخاص يجلسون إلى مائدة واحدة متكدسين فوق بعضهم تجمعهم المحبة وصلاة التراويح بعد الإفطار، غير خائفين من إمكانية الإصابة بالفيروس في مغامرة ربما لا تكون حميدة العواقب. عادات وتقاليد في البلاد غير بعض البلدان، بعض البلدان استغنت عن عاداتها وتقاليدها، أما نحن فنحن بلد محافظة ومتمسكين بعاداتنا من قديم الزمن. ورغم ذلك إلا أن هناك بعض المواطنين الذين يعرفون مدى مخاطر الفيروس وضرورة التعامل معه بطريقة صحيحة مثل باقي الدول. يجب أن نأخذ مرض الكورونا بمحمل الجد، يعني ما يدور حولنا في العالم يجب علينا أن نكون يعني حريصين وجادين في الحذر من هذا المرض الخطير. وحول أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم العربي، سجلت المملكة العربية السعودية 18,811 إصابة، بينما بلغت أعداد الوفيات 144 حالة وفاة. الإمارات سجلت 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، يبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 11,380 حالة. كما سجلت الدولة وفاة 7 أشخاص ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي 89 حالة. كذلك أعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 164 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد المتعافين في البلاد 1176 حالة. في مصر تم تسجيل 4782 إصابة و 337 حالة وفاة. وفي إسرائيل، في إسرائيل تقود الطبيبة العربية ختام حسين العمل على مكافحة كورونا في مستشفى رمبام بالقرب من حيفا، حيث تترأس تلك الطبيبة أطباء إحدى أكبر مشافي شمال إسرائيل. المزيد في التقرير التالي. نددت جماعات حقوقية بالصور الصادمة التي انتشرت مؤخرا لمئات السجناء من أعضاء العصابات الذين تم صفهم بجوار بعضهم البعض في ملابسهم الداخلية كعقاب بعد اندلاع موجة من العنف من دون الحذر من تفشي فيروس كورونا. وحذر خوسيه فيفانكو المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش للأمريكيتين، حذر من مغبة انزلاق السلفادور إلى ديكتاتورية، وعد أن السبيل الوحيد لوقف ذلك يتمثل في رد قوي من المجتمع الدولي. يأتي ذلك تزامنا مع سماح الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلا للشرطة والجيش باستخدام القوة المميتة ضد أفراد العصابات لوقف تزايد أعمال العنف أثناء جائحة كورونا. تعاني صناعة المعكرونة الإيطالية من قلة الإنتاج في ظل انتشار فيروس كورونا والتزام الناس بيوتهم بسبب ازدياد أعداد الإصابات والوفيات، بعد أن كانت إيطاليا مشهورة بصناعة المعكرونة عالمياً.
مدينة جيرانيانو، هذه المدينة سبب شهرة إيطاليا بإنتاج الذهب الأبيض أو ما يعرف بالمعكرونة. هذا العنصر الغذائي الذي اشتهرت به إيطاليا أصبح يعاني من نقص في الإنتاج في ظل انتشار فيروس كورونا والتزام الناس بالحجر الصحي جراء تزايد أعداد الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة. مدير مراقبة الجودة في شركة لافابريكا دي لا باستا أنطونيو موتشيا صرح قائلاً بأن الكثير من العملاء ألغوا طلباتهم، كما تم إلغاء بعض المدفوعات، الأمر الذي وضعهم في موقف صعب مع الموردين. ففي أحد أشهر مصانع إيطاليا تم إعادة تشغيل الإنتاج بسعة 50% بعد توقف نشاط فيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى بطء كبير بالإنتاج في الوقت الذي كانت تنتج فيه هذه المصانع أضعاف الكمية التي يتم إنتاجها الآن. ولكن رغم ذلك لا زال مصنع لافابريكا في جيرانيانو ينتج المعكرونة منذ المراحل الأولى وحتى تعبئتها في الأكياس المخصصة لها، لتتحدى بذلك صناعة المعكرونة كل الظروف وتبقى مستمرة رغم قلة العاملين فيها. ازداد الطلب في مدينة أمالفي الإيطالية على الليمون الذي تنتجه هذه المنطقة لما له من فوائد علاجية وتعقيمية فضلاً عن استخدامه في الطبخ. نتابع. في قديم العصور زرع الليمون في مدينة أمالفي الإيطالية لتوفير فيتامين سي في الرحلات البحرية الطويلة للبحارة. بحلول القرن التاسع عشر اكتسب هذا الليمون أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة، واليوم ومع انتشار كورونا تلقى تجارة الليمون انتعاشا كبيرا مع ارتفاع الطلب على هذه الفاكهة ذات الفوائد الجمة والاستخدامات الكثيرة، حيث يستخدمها الإيطاليون كمطهر وعلاج فضلا عن كونها تدخل في أطباقهم الرئيسية، إضافة إلى دخولها في تركيب العديد من العطور. في مزارع أمالفي التوتر والخوف من دخول كورونا إلى أجساد العمال كانا حاضرين، ما دفع مدير شركة كوستيرا غرومي إلى القيام بعدة دورات تدريبية حتى يشجع العمال على العودة إلى العمل. هناك الكثير من الاهتمام بالليمون لأنه من الواضح أنه تم استخدامه كمطهر في المطبخ وبالتأكيد في استخدامات مختلفة، فقد تم استخدامه لصفاته العلاجية، ولليمون معدل حفظ طويل، وبالتالي من الواضح أنهم ليسوا بحاجة إلى الخروج للحصول عليه كل يوم. يمكننا القول إن هذا المنتج في هذا الوقت معجزة، ليس بالنسبة للاستخدام الصحي فقط، ولكن أيضا لأنه منحنا الفرصة للمضي قدما ومواصلة العمل والاستمرار وعدم العيش بنفس الوضع الذي يعاني منه الآخرون الذين لا يستطيعون العمل والذين لا يستطيعون الخروج بفضل هذه الفاكهة المعجزة. يمكننا اليوم أن نقول أننا بأمان. ليمون أمالفي لم يساعد إيطاليا صحياً فقط وإنما اقتصادياً كذلك، فمع انتشار الفيروس في الأرجنتين وإسبانيا وغيرها من الدول المجاورة لإيطاليا ومع عدم جاهزيتهم للتصدي للفيروس، ظلت إيطاليا الموردة الأكثر قدرة على توزيع هذا المنتج. فهل تصل إيطاليا إلى بر الأمان بفضل الليمون؟ أطلقت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد أطلقت مبادرة دولية حول التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا تحت اسم النهوض للجميع. ودعت أمينة محمد عددا من القيادات النسائية حول العالم في مختلف المجالات لحشد الدعم الدولي والسياسي لهذه المبادرة وتوفير الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، بما فيها دعم صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لفيروس كورونا. ومن أهداف المبادرة العمل على معالجة الآثار العميقة لانتشار وباء كورونا على الاقتصاد وخسارة الملايين لأشغالهم. وتدعو المبادرة أيضا قادة العالم لدعم خطة استجابة الأمم المتحدة والصندوق الائتماني.
قال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يوشيرو موري إنه ربما لن يكون هناك مفر من إلغاء أولمبياد طوكيو نهائيا بسبب تفشي فيروس كورونا. وأكد موري أنه في حال لم تتم السيطرة على الجائحة قبل العام المقبل فإن مصير الأولمبياد سيكون الإلغاء، حيث يصعب إرجاؤها إلى أبعد من العام المقبل بسبب زحمة رزنامة الأحداث الرياضية العالمية. مع انخفاض الحركة البحرية في مضيق البوسفور في ظروف تفشي فيروس كورونا، بدأ أهالي مدينة اسطنبول التركية يلاحظون الدلافين تسبح قرب الشاطئ أكثر مما كان في أوقات سابقة. أوف، كذلك يا باك 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 شو بيعمل شنو؟ Harikasınız. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة أخبار كورونا، وقانا الله وإياكم شر هذا الوباء. ابقوا مشاهدينا الكرام في منازلكم إلى أن تزول هذه الشدة إن شاء الله، بأمان الله.